لا شو صغير يا شهري رح انا من رجال تبعك ما بدي حدا وين ابوك وين لك ما بعرف ما بعرف يا عم رحمي يا ابو عادل هذا يا جماعه هذا لك يا امي اهدى انت يا اهدى ما بتبطلوا ضحكوا مسخرة؟ ما عم نضحك عليك يا درتي مثل ما قلت لك درتي مطيعة يا درتي فوزية ما عم نضحك عليكي عم بقلبكم العمى يا درتي لك شو بكون؟ ما بتبطلوا منقرة؟ تعي شوفي لي هدول التنتين قاعدين عم يتمسخروا ويتصحصلوا ويضحكوا علي وعلى ابني لا لا هالحكي ما بصير بنوب يعني هاي بدل ما تواسوها انا بورجيكم بس يجي ابن عمي وتاج راسي الي حساب معك انتي وياها يوه الحساب على شو لك فوزيه يا حرام عاملين حالكم ما عاملين شي ما ليش شو عملنا لك نحن يا ست فوزيه لحتى تحكي له لتاج راسنا علينا من وقت اللي انتزعوا طهور ابني وانتي وياها مبلشين على ضحك ومسخره علي وعليه صحيح عم تضحكوا عليها وعلى ابنها والله مو مشان هيك عم نضحك لك ليش عم تضحك كل هالضحك ايدي على شباك النبي يا شهيرة خانم انه ما عم نضحك عليها عم نضحك على الضايق مسعيد المسكينة ايه والله مسكينة اجت لعنا من على بكرة الصبح وساعدتنا وردت معنا وما اكلت ولا لقمة وبتعرفيها قديش بتحبطنا ام طوحين ليش مين اكل منا يعني ما حدا اكل يا شهيرة خانم يلا بلك ترحكي روحوا اعملوا لكم شي اكله هلا بيجي ابن عمي جوعان تحركي انت وياها حاضر درتي مثل ما بدك درتي فوزية الله يوفقك الله يحن عليكي الله يجبرك لا تفتني علينا لابن عمي الله يرضى عليكي بلا ما يعملنا شي فنطي انا وياها لك عمري الله يخليكي يا فوزية ها امناكي اماني ماشي ما رح قله بس يا ويلك يا ويلك انت وياها اذا بشوفكم قاعدين عم بتقلقلوا او عم تضحكوا وانا ما اعرف ليش خلص بتأمري مثل ما بدك أيوة يلا تحركي انت وياها على المطبخ شي قولي على قامتي علي لأخي اليوم ما أكل شي لك الله لا يوفقه الله لا يوفقه اللي نزعلنا فرحتنا آمين يا عم نجاح ليش ما عم يجي خطيبك يشوفك؟ والله مشغول لفوق راسه يا مرتخي معقول مشغول هالقد وما يقدر يجي يشوفك من يوم ما شارك اخي صبري بمحل الصوف ما عاد شفته بنوبته اليك واخوك صبري عم يجي كل يوم بكير على البيت يعني بيقدر كمان مطيع يجي ويشوفك
والله بصراحة أنا حاسة إنه كل هالشي من أخي جميل، لأنه كل ما بيجي مطيع لعنا على البيت بكش بوشه. ليش شو صاير بيناتو؟ والله ما بعرف يا مرتخي. يو لازم تعرفي ولازم تسألي جميل. جميل يكش بوشه لمطيع ليش؟ يو نسيت الشاي. مالك مرتخي؟ شو بناظرتي؟ ليش واقفة؟ خايفة تشتكي له علينا هالبومة وتقول له كلام طالع نازل. شنو هاي مو أول مرة بتوعدنا إنه ما تحكي له شيء وتروح كارجت له كل شيء ببطنه شيء صار وشيء ما صار. الله يبعد عنا يا حق. آمين آمين. بجاه كلمين إله جاه عند رب العالمين. امشي امشي نكفي حط العشاء هلا بيطلع خلقه علينا. بعت لي حمى بعت لي حمى عليك. والله لما شفت قداس حمل الولد ورقد في ناحية البيت فرحت من كل قلبي. كان راح دعوة سبيل الرجلين من غير شر على قلبه. لك شغلة كبيرة الدنيا قامت ما قعدت ليه ما كبرت أكثر من هيك. شو بكي؟ شيء احكي. عم ببكي لأني زعلانة على اللي صار بطهور ابني. ليش أنا مبسوط؟ أنا كمان مرضيان. ابن عمي بدك تعدله يا عم. إن شاء الله إن شاء الله بصير خير. لا ابن عمي الله يخليك لازم تعدله يا عم. لك شو بنا فوزية وحياتك لعيده ورح يطلع أحلى من اللي سويناه مليون مرة. الله يخلي لي إياك. الله يخلي لي إياك يا رب. نحن الحق علينا خلينا ضرتنا هالغولة تحكمنا وتمشي كلمتها علينا. وطي صوتك بلا ما تسمعيك. لك آخ والله محروق قلبي منها حرق. شو بدنا نساوي لك كاملة؟ هيك رب العالمين ردلي وردلي. الله رزق هالولاد قام سيدنا أبو عامر حط على رأسه وراسنا. شو بدنا نساوي؟ آخ والله ما كان هيك قبل ما يتجوزها. الله يسامحهم. يا على عيونها إن شاء الله. من وقت ما جابت له هالولاد تقولي عمت عيونه عني وعنك؟ ستي الله يخلي له إياه ويبعت لنا مثله. آمين يا حق. قومي أوام قومي شوفي مين إجا لعنا. مين بده يكون يعني؟ هي أكيد أم سعيد. وبركة مو هي؟ لا هي انتزع نهارنا. انتي وضرتك شوفت عينك عم نحضر الغداء لابن عمي. ايوه اهلا وسهلا ام سعيد. اهلين اهلين فوزية خانو. اسلمي بهالقامة وهالعين. اهلين فيكي تقبريني. تعال ورجيني هالوش الحلو. ان شاء الله ما عم بيتوجع يقبر قلبي. شوي صغيرة ان شاء الله ان شاء الله بتشوفي احلى عريس يا حق. امين يا رب والله يخلي لي اياكي. تفضلي تفضلي ام سعيد نورتي بيتي. عاد يا مو مطيعه ليش ما سلمتي علي؟ ضبي لسانك بحلقك ام سعيد. ليش مين فات من باب زقاق بالاول انا ولا انتي؟ ولا في داعي علمك القصور يعني؟ اي بعت له هالك هلساني اللي بسبع شطلات والقايله ان شاء الله الأريضة اللي تقرضي. أم سعيد كسرتي السفرة تقبريني؟ إيه تقبريني كسرتها بس يعني ما شبعت. يا إيه مو عيب ما تشبعي؟ ست فوزية كسري لي السفرة. إيه مو تكرم عيونك التنتين؟ كاملة قومي اعملي لها كسر سفرة لأم سعيد. شو ست كاملة ما سمعتي؟ قومي اعملي لي كسر سفرة. تكرمي بس لخلص اللي بإيدي. ما شاء الله عليكي شو موجهنة. لك الله يعينك على هيك ضراير. لك شو بدي ساوي؟ هنن كانوا عند سيدي وتاج راسي قبل مني وبصراحة أنا ما بقدر قله يقلعهم. يا الله يهديه ويتعني على هالجوازة. يلا أم سعيد نصيبه وأكله نصيبه.
قولي كم واكلوا من جوازتهم من هالتنتين اللي مقطوعه خلفتهم وما بيجيبوا اولاد؟ ليش بهن النسوان مقطوعه خلفتهم يا ام سعيد؟ مو بنات عالم وناس؟ اهلين اهلين شهيره خانم اهلين. ما جاوبتيني، مو بنات عالم وناس؟ بلا 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 يا خانم بلا. انت عادتك هي ما راح تبطليها ام سعيد؟ انو عاده يا خانم؟ مسح الجوه والقال والقيل بين الناس. شهيره خانم، ام سعيد عم تحكي صح، هذا اسمه اعتراض على مشيئه رب العالمين وقدر، وهيك كلام نتحاسب عليه يوم الايام. كلامك جواهر جواهر يا شهيره خانم. بعد لي حمى 7 أشكال على نزعة فرحة الصبي بيوم طهوره. هيك الله رايد. يبعت لهم حمى كسروا بخاطرنا. وحياتك وحياتك ما رح خليكي إلا رضيانة. أيوة وشلون بدك يعني رضيانة؟ خدي هدول أنا قايلت لك ياهم. شو هدول؟ يو شو هدول؟ مصاري حلال زلال لإلك. هدول كلهم إلي؟ ايه تقبريني كلهم تستاهل. لك علي مقامك بجاه رب العالمين. لك ام سعيد ادعي لابن عمي الله يرزقه بكل قرش 10. لك الله يعوض عليه بكل قرش بألف. امين. طيبين كتير هاللبنات. تعي شوفي هالشوفي شوفي لي شلون بحضر بالمصاري بحضرها. لك عن حبيبتي لك عن مانا تعبانه فيه. ايه بس هدول مصاري جوزنا. ايه من ايده هو اللي فارد ايده عليها. يخرب بيتها من حالها. شوفي شلون شوفي. لك ما حد شفنا منه لا احمر ولا اصفر، وان كان احتجنا شيء لازم نبوس ايده للست فوزيه لحتى تتحنن علينا بكم قرش. اي والله الله يسامحه، بس ان شاء الله نار وزيت حار. مين؟ قداس. خير، شو بدك؟ شو بك لك فوزية؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ هلا خلصتني، قل لي شو بدك؟ مش عم بيكون غراض ولحمة بعتهم أبو عامر؟ هاتوا. بوسي ايدك يا قداس، بوسي ايدك اترك ايدي لحد يشوفك، بوسي ايدك. اسمعي لقلي قولي، بتفوتي لجوا بتجيبي مصاري وبتجي. مصاري شو اللي بدك اياه هون؟ لسا من يومين حطيتك مصاري بكفوا مصروف عيلة شهر كامل. خلصوا، انت ما عم تفهمي علي، فوتي جيبي مصاري هلا وتعي.
خلص بهال يومين بس هلا روح بصي ايدك روح بدي هلا فوزيه هلا بدي خلص قلت لك رح اعمل لك روح هلا روح فوزيه ايدك روح مع مين الك ساعه عم تحكي هذا الحلاب جاب الحليبات وكنت عم بستنى لحتى اعبي لي معلش يا والله اليوم يلي ما بشوفه فيني بحس حالي ضايع ضايع وبشتاق له خيرات الله الله يخليك يا رب وانت كمان عمل لك همه وتجوز وجيب لك ولد تفرح فيه لسه ما قال لوان معلم لسه ما قال لوان شو ما قال لوان عيب يعني هلا انا ما بدي اتجوز معلمي كداس خليني اخطب لك من الحاره وحده تسر خاطرك وتعجبك وحاجتك عزوبيه بقى بس من صار لوان انا دغري رح اقول لك مين بدي معلم مين بدك اللي يعني في شي وحده معينه انت بس اللي بيت مين ونحن بنصرف يا سيدي بنات الحلال كتار أنا بعدين بقول لك لحالي مش إنه ما بدي حدا يعرف هلا مين البنت اللي أنا رايتها أيوه مثل ما بدك هلا تيسر ونحكي بعدين بالموضوع معلم شو من شان أبصخة؟ لك لا تشيله من أرضه لا هو ولا كل حارته ماشي بعد إذنك بوس لي صغير من راسه قل له كداس مشتاق لك خيرات الله الله يخليك بيصال أمرك معلم يلا 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 شو ابن عمي؟ شو كان بده كداس منك؟ لك قال مشتاله للصبي جاي يطمن عليه تشتاق له العافية بتعرفي بدي جوزه جوزه ابن عمي جوزه ليش هو يا بلان؟ صرت قايل له ألف مرة جوازتك على حسابي ما عم يرضى هو هذا كداس من يوم يوم وما بيفهم ايه والله معك حق ما بيفهم بنوب وينكم يا نسوان؟ اخ يا قطيعة اخ شبكي درتي؟ شبكي عم تتنهدي كل تنهيدة بالدواب الحديد؟ والله الحكي اللي قلتي لي اياه امبارح قلب لي اعلاتي وما عم بيخليني اعرف فكر انا حكيا؟ الحكي اللي قلتي لي اياه عن جوزي الله يرحمه وابني اللي مات ايه وشو طلع معك درتي؟ مزبوط كلامك انا كنت متجوزة وجوزي لما مات كنت حبلانة وولدت وكمان مات الولد يعني انا بجيب اولاد مو ما بجيب ليش لما تجوزت ابو عامر بطلت جيب اولاد؟ انه انا هذا الشيء اللي بدي اياكي تتوعي له انا لازم اتاكد من هالشغله، كيف يا مطيعه كيف؟ فوزيه؟ شو عم تساوي هون؟ ولا شيء شهيره خانم ولا شيء، بس كنت عم اقول لحالي انه بلكي بنشطف ارض ديار يعني بيجي ابن عمي بلاقي رتبه انتي؟ وشو عاد ما بدا؟ شو فيها شهيرة خانم؟ يعني قلت لحالي بتساعد أنا ودرايري شوي إيه؟ شطفي الله يعطيكي العافية إيه بس مو هلأ منشطف قبل ما يجي ابن عمي من شغله بشوي ماشي شطفوا إمتى ما بدكم أبصر هالسهيانة شو عم تخطط لدرايرة أكيد ناوي على شي عملي لأنه هي ما بتحب الخير لحدا غير لحالها وبس